زين شباب، احنا مثل ما شرحنا ووضحنا بالفيديو السابق لخصنا طرق الحلول بالنسبة للفيرست اوردر اوردينري ديفرنشال اكويجن. طبعا فهنا شارحيها احنا، فانتوا بس راجعوها مشروحة لكم العام، بس راجعوها وشوفوها الامثلة هاي. الطريقة الاولى هاس باريابل فاريابل، ان تنفصل الدي اكس عن الدي واي، وكل جهة الفانكشن مالتها راح يكاملوها. يطلع عندنا بعد ان كامل راح يطلع عندنا نسميه arbitrary constant c، وينحل السؤال. طبعا نشوف بالاخير صار مثلا differential equation هذه مبسطيها الى dx dy، فdy راح يصير بجهة مع الفانكشن اوف y، ودx بجهة مع الفانكشن اوف x، كامل الطرفين يطلع عندنا هذا c، يطلع عندنا هاي النهاية by integrating both sides. هذا مثال ثاني، طبعا انا ما راح ادخل به ذني. اذا عدنا طريقة الحل الثانية اللي هي نسميها linear differential equation، الصيغة تجينا مثلا تكتب بهاي الصورة function plus bxy plus equal to qx. هنا عدنا بما انه تكتب بها بهاي الصيغة، فالحل مالتنا راح يكون انه بحساب اول مرة الix، بعدين بروح حساب الix، نكمل حل السؤال من خلال y تساوي y على y على العفو y equal to 1 على ix في integration ix qx dx. زين راح نجي ساعدنا if the standard form of first order linear، طبعا هاي تشوفوها هذا البرهان او الجنرال سوليوشن شلون طلع قاعد يشرح لنا اياه، بعدين طينا مثال على هذا. شوف هنا عندنا فانكشن مال اكس بي اكس مضروبة في دي واي اوفر دي اكس، بعدين فانكشن ثاني اوف واي، بعدين فانكشن ثالث اوف اكس. حولها حتى تكون عدة دي واي اوفر دي اكس فانكشن اوف اكس في واي فانكشن اوف اكس بالاخير، ويحل السؤال لينير ديفرنشال اكويجن. زين تقدرون تشوفوها هاي بعدين، هي لازم هاي تعرفوها. عندنا موضوع قبل الاخير exact differential equation اللي قلنا اكو function مضروبة في الدي اكس وfunction مضروبة في الدي واي والناتج يساوي صفر، فمن نسويها هالشكل راح نحلها بالطريقة اللي شرحناها بالمحاضرة اللي راحت، نشوف انه هي exact or not. طبعا هنا بس جاي تشيك، وهنا انا قاعد يعطيني proofing قاعد يبرهن شلون طلعت عنده هاي اكزاكت، ليش طلع عنده هاي الحلول اللي كتبناها احنا وشرحناها مشروحات لكم ان شاء الله، هي طبعا من العام الماضي. زين يسعدنا if the first order differential equation راح يجي يشرح اذا هي specify the above condition then the general solution is that، فراح يطلع عنده مثلا هاي الصيغة اور يروح جنرال سوليوشن هو هذا، ويحلها يحسب مقدار الكي اكس وبعدين يرجع يعوضها. هاي امثله محلوله عندكم راح تقدرون تشوفوها تطلعون عليها. احنا هذا شباب ارجع اكرر مو موضوعنا احنا هسه، بس جاي نراجع لكم بصوره سريعه المواضيع اللي درستوها بالسنه الماضيه. عندنا هنا قبل لا يروح على الانتجريتنج فاكتور لما هي نوت اكزاكت، بس نتاكد كلها اكزاكت فيحلها. عندنا الريديوسابل تو سبيريبل اللي هو قلنا كسر دي واي اوفر دي اكس فانكشن اوف فانكشن اوف واي اوفر اكس، فمن يحلها راح يطلع برهن من خلال هذا الواي اكوال تو يو في اكس، فمن يشتق بالنسبة لاكس راح يكون اول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، ويستخرج كل واحد على حدة دي واي اوفر دي اكس ايش قد، ويحل السؤال. طبعا هتقدرون تشوفوها انتو موجودة عندنا الامثلة محلولة كلها. reduction to exact integrating factor هاي اللي قلنا لما عندنا function ام اكس واي و ان اكس واي دي واي دي اكس equal to zero، يطلع الانتجريتنج فاكتر يسميه ميو، بعدين يرجع يضربه فيهم. طبعا هاي بحالة انه البارشال ان الى واي لا تساوي بارشال ان الى اكس، ف
فمن يرجع يضربهم في الميو راح يساوون، يدخل الميو على الطرفين فراح يساوي البارشال ام الى واي مع البارشال ان الى اكس، ويحل السؤال طبعا تطلع عنده الفانكشن. انا هسه مريت بصورة سريعة على الفيرست اوردر ديفرنشال اكويجن. راح نبدي هسه احنا شباب مثل ما شرحنا بالمحاضرة مضت، احنا موضوعنا شباب الابليكيشن، ابليكيشن اون ديفرنشال اكويجنز من الدرجة ومن الدرجة الثانية. فاحنا ما نقدر ندخل بالابليكيشن، ليه ما نرجع نراجع لكم مراجعة سريعة سكند اوردر. راح اشرح ايضا السكند اوردر وطريقة حلها هسه، وما راح اطول بالشرح. انتو هاي الامثلة المحلولة راجعوها مرة عليكم مفروض بصورة سريعة، راجعوها وتعلموا تتذكرون تراجعون معلوماتكم من خلال اعادة حل هاي الامثلة، حتى تتذكرون شلون تحلون المعادلات التفاضلية من الدرجة من المرتبة الاولى العفو المرتبة الثانية. وراح نشوف هسه المرتبة الثانية وكم طريقة عندنا لحلها، حتى من بعدين نروح على الابليكيشن انتو يعني متذكرين طرق الحل. فهو كأنما هو فد شيء لكم يعني واجب هوم ورك بدون ما تسلموه، حتى تقدرون تكملون ويانا وبالابليكيشن. يعني ان شاء الله انا مثلا جزء على اكثر الاثنين او الخميس راح ابدي بالابليكيشن، ابليكيشن of the first and second order ordinary differential equations. زين طبعا هنا لو انتبه على العنوان شباب solution of the second order ordinary differential equations. زين يعني شنو؟ يعني عندنا المرتبة مال differential equation هي مرتبة الثانية، مرتبة الثانية مشتقة ثانية. زين معادلة عادية ordinary يعني الأس مال مشتقة ما متجاوز الواحد. الصيغة العامة لهذه المعادلة التفاضلية من المرتبة الثانية، الصيغة العامة هي أي، راح يطيها يسميها مثلا أي 2 constant في y double prime، أي 1 في y prime، وأي not في الواي equal to function of x. شباب ان شاء الله انا راح انهي الفيديو لهنا، انا راح اراوي لكم هسه ان شاء الله فد سلايد يوضح او يشرح باختصار طرق حل هذه المعادله التفاضليه. بس هسه نريد نعرف في اول مره هي شنو المعادله السكند اوردر. شباب السكند اوردر هي معادله تفاضليه تحتوي على y double prime مشتقه ثانيه. اي معادلة تفاضلية بها مشتقة ثانية راح تكون شنو؟ راح تكون هي second order من مرتبة ثانية. زين ليش لينير نسميها؟ اي لينير لانه الواي دبل برايم اسها واحد، الواي برايم اسها واحد والواي اسها واحد، تكون هي لينير differential equation. زين فاذا الصيغة العامة إلها تكون constant مثلاً y double prime plus constant ثاني هو a1 في y prime plus constant ثالث a0 في y equal to function of x، بحيث طبعاً لازم a2 لا يساوي صفر. ليش لا يساوي صفر؟ لأن إذا يساوي صفر ما صارت second order، صارت first order، صار غير موضوع، موضوع اللي شرحناه بالمقطع الفيديو السابق. راح نشرح لكم ان شاء الله، راح نروح على هسه سلايد يجمع الطرق حل السكند اوردر نشرح عنه بعدين. هم نمر بصوره سريعه على الامثله المحلوله عندكم ونشوف هي شنو انواع السكند اوردر، هم راح نشرحها ان شاء الله بالفيديو الجاي.